ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات الدولية والإقليمية. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد دكتور علي. بداية، هل نتوقع تغيرا في السلوك الإسرائيلي بعد هذه المكالمة الهاتفية التي جمعت نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن؟ نعم، تحياتي لك كاترين وتحياتي للسادة المشاهدين من القدس المحتلة. وقبل الإجابة دعيني أعلق على الشعار في تقريركم الموقر بالشعار الأخير ارحل ارحل، كتب باللغة العبرية في إشارة إلى نتنياهو، وفي إشارة إلى أيضا ما جاء في تقريركم الموقر الانقسام المجتمعي الكامل والانقسام السياسي والعسكري في داخل إسرائيل. وأعود إلى سؤالك الموقر بأن لأول مرة الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. هذا تطور مهم جدا بالخطاب الأمريكي ومن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن الإدارة الأمريكية، توقف فوري لإطلاق النار دون الإشارة إلى إعادة الأسرى المختطفين. وكأنه أصبح الموضوع الآن يبدو أن بايدن والإدارة الأمريكية توصلت إلى قناعة بأن الحرب انتهت، لم يعد هناك أهداف لنتنياهو لتحقيقها في قطاع غزة، ويبدو أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو قد انتهى ولم يعد قائما أمام كل هذا الحشد من الجماهير في تل أبيب وحيفا والقدس الغربية. ولكن الشيء الجديد أن بايدن هدد نتنياهو بتغيير سياسة أمريكا تجاه إسرائيل إذا لم تقم بتغيير سياستها تجاه المدنيين، وقف قتل المدنيين، وقف قصف الأبرياء والمدنيين من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. وكان الرد الإسرائيلي بقرار من الكابينة الأمني الموسع، يعني الكابينة الأمني والسياسي، بالموافقة على إدخال مساعدات عبر ميناء سدود وفتح معبر إيرز لأول مرة منذ 6 أشهر. إذن هذا تطور، هذا كاثرين، هذا تطور مهم جدا بالخطاب الأمريكي وإخطار إسرائيل. يجب تقديم تقرير ومراقبة لسياسة إسرائيل في الساعات القادمة والأيام القادمة، مش بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين. إذن هناك تغيير ملموس في السياسة الأمريكية وتهديد إسرائيل سياسيا بقطع كل المعونة العسكرية والدعم العسكري وتعليق صفقة الأسلحة المعدة لتقديمها لإسرائيل. دكتور علي، لماذا هذه اللهجة الأمريكية تغيرت الآن، ولماذا تلتزم إسرائيل الآن؟ يعني رأيناها بدأت تأخذ خطوات ولو أولية بناء على مطالب الولايات المتحدة، الأمر الذي لم نكن نشهده بالسابق. أشكرك، هذه النقطة المركزية. كنا دائما وأبدا ربما نسمع عن مطالبات بايدن وأمريكا بتخفيف معاناة الفلسطينيين وما إلى ذلك، ولكن لماذا هذا التغيير في الخطاب الأمريكي بهذا الشكل؟ لماذا هذا التغيير في الخطاب السياسي الأمريكي؟ أنا بتقديري أولا ما حصل لدى عمال المطبخ الدولي، عمال الأغاثة، الأجانب الذين تطوعوا من أجل تقديم الطعام لشعبنا في قطاع غزة، وقتلهم بقصف إسرائيلي من خلال أباتشي وطائرات F-15 و16 من لواء نحال في دير البلح. أنا بتقديري هذا تطور مهم جدا. لم يعد يستطيع بايدن توفير الغطاء الشرعي لإسرائيل بعملياتها العسكرية، لم يعد يستطيع أن يقنع الرأي العام الغربي والأمريكي بما تقوم به إسرائيل. يا جماعة، الحرب لم تعد بين إسرائيل وحماس، لم تعد بين نتنياهو وحماس، أصبحت بين نتنياهو والشعب الفلسطيني. نتنياهو يقتل كل يوم 100 شهيد خلال شهر رمضان المبارك. لم يهتم نتنياهو ولم يعطي حتى قدسية شهر رمضان ولا رمزية شهر رمضان. القتل مستمر، المذابح مستمرة، المجازر مستمرة. إذن أعود إلى أول نقطة وهي قتل عمال الإغاثة الإنسانية من المطبخ العالمي الذين قدموا تلك المساعدات ودماءهم نزفت في غزة، دماءهم نزفت في غزة، البريطاني والأسترالي والبولندي. وكانت هذه إشارة واضحة لبايدن بأن إسرائيل ونتنياهو مستمر في قتل كل ما هو حي في قطاع غزة، ولا فرق بين المدني ولا فرق بين عمال الإغاثة والأطفال المدنيين الفلسطينيين. أما النقطة الثانية، أيضا وجد بايدن بأن هناك انقسام كامل في داخل إسرائيل، وقال بأن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر من نفعها. وقناعة بايدن أيضا بأن نتنياهو يعمل من أجل مصالحه السياسية،
اولا كما اشرنا باعاده شعبيته داخل اليمين واليمين المتطرف واطاله امد الحرب وافتعال الازمات، حتى مع جمهوريه مصر نتنياهو الان يريد على الاقل احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهذا بالتاكيد سوف يؤدي الى افتعال ازمه سياسيه ودبلوماسيه مع جمهوريه مصر العربيه. اذا بايدن الان قرر، وهذا قرار ربما انا بتقديري هو اكبر تصريح مهم جدا في هذه المرحله، وطلب من نتنياهو وقف كافة أعمال القتل ضد المدنيين وإدخال المساعدات بشكل فوري. كان الرد من نتنياهو بفتح معبر إيرز، يعني اللي بده يدخل مساعدات لشعبنا في شمال قطاع غزة لا إنزال بري ولا إنزال بحري ولا ممر مائي، فقط عبر المعابر البرية. آلاف الشاحنات في معبر رفح الآن موجودة، وأيضا فتح معبر إيرز هذا إشارة يؤكد بأن المساعدات سوف تدخل مباشرة من الأردن إلى شمال قطاع غزة. طيب كيف لذلك أن ينعكس على العملية المرتقبة في رفح؟ هل تلتزم إسرائيل كذلك بالبدائل الأمريكية برأيكم دكتور علي، أو أنه مش لهذا الحد؟ يعني نتنياهو أمام ربما يناور حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي وحتى مع الجبهة مع الإدارة الأمريكية، عملية رفح تم اتخاذ القرار فيها. نتنياهو سوف يدخل رفح، يعني دبابة المركبة حتى تنتقل من خان يونس إلى رفح تحتاج إلى 10 دقائق فقط من خلال محور شارع صلاح الدين، من خلال طريق مراج بتوصل رفح. القضية أصبحت رمزية بالنسبة لنتنياهو، يجب احتلال رفح، ولكن بمراعاة المدنيين ولا لو مهما كلف الثمن؟ نعم، كيف يمكن دخول رفح واجتياح رفح مع وجود 1.5 مليون نازح فلسطيني هناك أمام هذا الضغط العالمي والرأي العام العالمي، وأمريكا التي لم ترضى أبدا عن خطط نتنياهو من خلال اللقاء الافتراضي اللي تم. يعني تخيل يعني اجتياح رفح و1.5 مليون فلسطيني نازح يقوم بلقاء بين إسرائيل وأمريكا، مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بلقاء افتراضي عبر الزوم لحتى يقرروا حياة 1.5 مليون فلسطيني، إلى أين وصل الاستهتار بالقيم الإنسانية والاستهتار بحياة الفلسطينيين، مع العلم أنه نتنياهو في هذه المرحلة يؤسس لمرحلة جديدة عبر مجموعة من الأجيال، مرحلة جديدة من سفك الدماء بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما لا نريده أصلا، وهذا ما أشار إليه المتظاهرين في تل أبيب وحيفا ودزنغوف وكابلان وأيلون. ولكن مرة ثانية كيف يوفق وكيف يعمل نتنياهو اجتياح رفح؟ أصبح قرار عسكري واضح تماما، أمريكا وافقت على اجتياح رفح بشكل أو بآخر بعمليات انتقائية بقصف مواقع ربما أمنية مدنية، ولكن بالتأكيد سوف تطال المدنيين وخيام النازحين. ولكن المعضلة الآن التي يواجهها نتنياهو بعد قراره باجتياح رفح ودخول رفح، أنا بتقدير ربما بعد العيد أو بعد هدنة إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى خلال بداية الأسبوع القادم، حيث ربما يجتمع رئيس الموساد ورئيس المخابرات الأمريكية وأيضا رئيس المخابرات المصرية ورئيس الوزراء القطري بتحقيق تقدم أو اختراق في المفاوضات. ولكن الجمهور الإسرائيلي ربما يضغط على نتنياهو من أجل تغيير كل خططه، ولكن تبقى اجتياح رفح ومعادلة رفح قائمة في الفكر العسكري والأيديولوجي والسياسي لدى نتنياهو. طب ماذا ينتظر نتنياهو للبدء بهذه العملية التي يعتبرها يعني باتت يعني معركة وجودية بالنسبة له، وحصل على الضوء الأخضر الأمريكي، ما الذي ينتظره؟ لا، نتنياهو كما أشرت الآن ينظر إلى رفح بعملية أمام ضغط الرأي العام العالمي والأمريكي والإقليمي، أيضا دول الإقليم أيضا ترفض اجتياح رفح ودخول رفح. نتنياهو الآن يحاول قدر الإمكان أن يقدم ربما صورة لليمين، فقط اليمين واليمين المتطرف، اليسار كله ما بدوش كل هذه الاجتياحات رفح، يريد إعادة الأسرى فقط، هذا كل هم الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي نتنياهو ربما يدخل رفح، سوف يدخل رفح، ولكن حديثه دائما وأبدا النصر المطلق، النصر المطلق. عن أي نصر يتحدث نتنياهو؟ عن أي نصر بعد 6 أشهر ما زالت المقاومة في شمال غزة، وما زالت المقاومة تسيطر على شمال غزة وعلى دير البلح وعلى المنطقة الوسطى وفي خان يونس وفي رفح؟ عن أي نصر يتحدث؟ لا نصر ولا أهداف لنتنياهو سوى قتل المدنيين. وحتى باعتراف الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي بأن حماس ما زالت تمتلك 50% من الأسلحة والمقاومة
على القتال مع إسرائيل حتى نهاية عام 2024 وعام 2025. إذن نتنياهو يتخبط بقراراته العسكرية، والنتيجة المشكلة أن النتيجة هو أطفالنا يدفعون الثمن، شيوخنا ونسائنا في قطاع غزة. نتنياهو لم يعد له أهداف ولن يحقق أهداف، ولم يبقى له أي نصر مطلق ولا نصر مبين ولا أي شيء من هذا في قطاع غزة. بقي على نتنياهو فقط أن يأخذ جيش ويغادر ويعود به إلى تل أبيب. طيب دعنا ننتقل إلى